خير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوك تي في مباشرة معكم من سوق الجملة للخضر والفواكه، يعني بعد الحملات الكبيرة على أصحاب الكرارس في الأزقة وفي الدروبة، المارشي أصبح خاوي بزاف، يعني خاوي من الباعة أو من أصحاب الناس اللي كتاخد خضرة أو كتعاود فيها البيع، لأن أغلبية الكرارس مبقاوش في السواق. والعربات المجرورة على يعني لسان أحد بائعين الخضر بالجملة قال لك بعد الحملات اللي كاينين في الدار البيضاء على اصحاب كرارس اصحاب الحمير حاشاكم، يعني السوق فيه الرواج قليل وفيه الناس اللي ما كاينش اقبال كبير على الخضره، هادو الناس اللي كتاخذ الخضره تبيع وتعاود فيها البيع، اغلبيه الحملات على الاسواق. يعني السوق خاوي ماشي بحال الايام العاديه، يعني اغلبيات الرواج اللي كيكون في السوق هو الكرارس والخضاره اللي في الازقه، هذوك حيدو ما بقاوش، اغلبيه ديال السوق ما بقاوش فين اصحاب الكرارس.